الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الكهرباء وبعد نكملوا بالسيرفيس كوميرسيال ونخرجوا ليكيب لوك. دونك السيد رئيس قسم التقنية الغاز قدم لنا لاكتيفيتي نتاعو. انا راجل ديال التيار راجل ديال التيار ديالك لا باس من سي فور كمان سي اكسبلواتي اونتروتينيو لي ريزو اوسيا اي لو كونستاسيون افان دي ستاتيستيو لا كاليتي دو سيرفيس بور لا كليون تاعك. دونك اي كونسيرفي لو باتريمون دو لادي باتريمون دو لادي اون ديفو دو سيرفيس عندنا سيف بوست سورس سي باس سي سور لو تيريتوار دو لا ولايه اي اليمون 77 دي بار سور ان لونغ ريزو اوسيا ايغال ا 511 كيلومتر. انا برمت الصيف هذا الجاي صافي باسكو يكون دي شي طونسيون ولا ما يكون ما كاينش دي شي طونسيون ان شاء الله بالله. عندنا في عين كرمس عندها 15 يوم كان عندنا بروبليم اون نيفو جي تي او اي تي ريكلي جي تي او واه وقعت نو ماذا بينا مع وسيد اعلام يعودوا هكذا دي زانترفونسيون بروغرامي يفو انفورمي سيتوان قال كيما مريض السوكر سي عبد الغني اون انفورمي باش عليك لي كونتي تاع الولايه شي ساعه في الولايه كاين شي ديبار طوال بزاف سي ديبار ايريا والظروف الطبيعيه والظروف العوامل الطبيعيه اللي تاثر على هذا. لكن فيما يخص القطاعات المبرمجه قطاع المبرمجه راه نبرمجوها بالتنسيق مع المصالح الدوليه وايضا رانا نديروا الاعلانات على مستوى الراديو الراديو كل الوسائل المتاحه. الكونسوماسيون تزيد في الصيف اكيد اسكو الانتاج يواكب الذروه 2020 سجلنا 30% من لا كاينه وفره لهذا اللي هاد الطاقه ولكن عندنا دي ريزو بيتيست ليكزومبل دو فريندا لي ريزو ليكزومبل دو فريندا دونك كاين نوعين كاين دي ريزو وحدهم اللي تعرضوا للتخريب ايوا العشية السوداء وهذيك حتى في السكنات اللي راهي مشهوره على ربوع الولايه كاين وكاين الشبكه اللي قديمه لكن هي نحاسيه هي تقنيه قديمه لكن تقنيه قديمه لكن مازالت تقوم بالواجب نتاعها على من وجه لانه برك هي تقنيه انه لي كابل هذوك خمسه كاين اللي في لي كونستركسيون تاعهم يديروا دي زيكستونسيون لي سيت كذا يقول لك لازم تغيرون الكوابل هذو دونك هذو عمليات هذه مع التنسيق مع المصالح البلديه التقنيه رانا في لا ميزيون وين كاين مشاكل رانا دونك على العموم بالنسبه للكهرباء احنا على ابواب الصيف راكم واقفين اللي تليت واش ما يكونش فيه يعني صيفه تكون بدون قطاعات ان شاء الله لان دارت اعلان لا دوموند بزاف وبالتالي الحمد لله كاين تحسن كبير في نوعيه الخدمه نوعيه من ان تجديد الشبكه ومما شحال انجزنا كاين استثمارات كبيره قامت بها مؤسسه تصدر الغاز كعمليه استباقيه اللي صارت في 2023 فرصه بي هذه ولا تخدموا لي وين كاين 24 عمليه على مستوى الولايه فيها دي كرياسيون دو بوست فيها دي بوست جدد لقيناهم فيها دي ديبار كليناهم جدد من بينهم لو ديبار تاع تخمار طلالين تاع تخمار هذيك اللي راح تحسن النوعيه والاستمراريه هذا فيما يخص بالنسبه للتجمعات السكنيه الكبرى كما هنا تيرت وين طلب اسكو الانتاج اللي عندنا يغطي كاين عندنا سبع مراكز ست بوست سورس هذه اللي كان يعني الان دونك لي ريزو انتر كونيكتي دونك وين كاين ديفيسيت كومبلوك دوزيام بوست
كاين ريزو راه هو بوكلي مع بعضها وين كاين بروبليم او نيفو دي بوست كاين في فرندار ينقص في نجيبو من جهه اخرى سي 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 لو طرافاي تاع السيرفيس هذا هو خدمتكم هذا هو الخدمه بالونسمون من هنا للحد سي لا ريغولاسيون وي عندنا دروك البوطو ديتيليزاسيون تاع لي سيت بيان سون بروني ا 31% ما يكون مازال 60% فورماتات انتو لي مشكورين من جانب هذا راكم مشكورين راكم واقفين خدمه عموميه وكاش نهار نجيو نزوروكم ليلا نشوفوا لا بيرمانانس مرحبا الله يبارك.